Every week, my dad and I make the same journey. My dad dreads this moment because it reminds him he can't support the family like he used to. Now we survive off food vouchers. Back in Syria, he was a farmer, but here he cannot find work. There are over a million of us in this small country. We live wherever we can find space. السلام عليكم خالتي، كيفك؟ تمام؟ قديش صار لك هون؟ سنة. كنا عم نقول لك جينا لهون، كنا قاعدين المخيمات، نشتغل نفس الشغل هذا. بعدين رحلونا من المخيم، قعدنا بالمخيم هذا، ضلينا بعصفة الثلج 15 يوم طبعاً، ونحن رايحين جايين، كل ما بنقعد بأرض ما يخلونا نقعد. Nowadays, women and children do the work that men used to do because they are cheaper. Many women are here alone. They lost their men back in Syria. أنا حرمة كبيرة بطلع بشتغل يوميتي 6000 بنشتغل ما دعت تكفي شيء لا مصروف البيت ولا مصروف العيلة وولاد صغار كل نهار منحش بيدينا صاير والله مثل الحجر يدي مستقبلي صعب كتير يعني بالنسبة للمستقبل ما عارفه شو بدي اساوي بيطلبوا مني بدهم يعني بدل الاكل الفلاني بدل لباس بدل شيء ما خالص يعني عيشتي صعبه بالمره واهلي سمعت انه يعني ميتين على قسم ميت وقسم طيب صعب والله شعوري كثير عالم صارت تفكر بالهجرة بأسباب ضغوط تراكمات هاي التراكمات اللي صارت من كلا الطرفين يعني ما كمان أقول لك شنون يعني بالنسبة للبنان يعني بلد صغير تماما يعني كمان بلد صغير وصار تدفق عليها لاجئين كبير يعني صار يعني يمكن يفضل يطلع من البلد بس إنه كله طريقة لا يطلع من هالبلد أبداً. صار يطلع لأنه العالم صار عنده خوف رهبة هلا 3 سنين نحن صارنا موجودين ولا نهار احسن لو كله أسوأ 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 انه دليل انه حتى لقدام يعني بتوقع انه اسود It's painful to see what has become of us. We can't go back to Syria and there is no place for us here. We are too many.